كابتن علاء، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ايمن. بطوله مهمه ودي احنا بمناسبه اللعيب اللي كان طبعا نجم النادي الاهلي اللي كان واقع على الارض، هو كان محمود متولي، والحمد لله اطمنا عليه وقام بالسلامه، والحمد لله كل اللعيبه في افضل حاله، وزي ما شفناهم كده دايما ابطال، ولاعيبه النادي الاهلي طول عمرهم ابطال. كابتن علاء، الله يبارك فيك يا ايمن. كانت بطوله مهمه الحمد لله، وادينا نفوز بيها. صعبه طبعا، فوز ما كانش سهل، لكن كان متوقع ان انت هتقابل فريق عنيد من اول الاستوديو. احنا اتكلمنا هنا وبره مش سهله بالمره، فريق نفسه يفوز ببطوله، وده كان الحاجه النهارده اللي كانت المنافسه اللي كانت بين لعيبه بيراميدز ونفسهم وبيك. لكن الحمد لله النادي الاهلي قدر بخبرته الكبيره بلعيبته، بتقل لعيبته صحيح بنجومه، وزي ما كنت بتكلم في قبل المباراه خالص بقول لك في فرق بين حارس مرمى كبير طبعا، ده يتقال اي حارس مرمى كبير محمد الشناوي، لما في الاوقات اللي هي صعبه جدا واللي هي مصريه بتلاقيه، زي مثلا كانت ممكن اخر كره بتاعت دودو الجباس دي 1-1 في وقت توقيت قاتل، لكن وجود محمد الشناوي ده اسمه حارس مرمى كبير يعني عملاق. ده عملاق فعلا، ده احسن حارس في مصر فعلا يعني بالله. يعندني واللي يقول لا او مش لا، كل واحد ده رايه، ولكن انا بتكلم دايما بالشواهد، دايما بتكلم باللي بيحصل من الشناوي. لا النهارده الشناوي حافظ لك على انك تخرج بكاس السوبر في الوقت الضايع اللي كان دي لقطه محمود متولي يا كابتن علاء اللي بعد المباراه اللي هو وقع فيها، لكن نتيجه المجهود الكبير، ولكن الحمد لله الحمد لله بطل من ابطال الماتش النهارده. وفي كوره كمان مطلعها متولي كانت هدف صحيح، صحيح طلعها في اخر لحظه صحيح. الحلو كمان يا ايمن ان اللي كان بيعالج متولي دكتور منيري، ده دكتور بيراميدز، عشان بس الناس يعني في حاجات كده في الملعب لازم تديها حقها، ان اللي كان بيبص حتى لو جبت لقطه ثانيه بيبص بيطمن على محمود متولي ده دكتور منيري اللي هو بص واقف معاهم لحد دلوقتي دكتور ميدا اللي هو الدكتور بتاع بيراميدز. لكن الحمد لله بطوله تضاف لبطولاتك الكبيره، وبتقرب شويه كمان لبطولات ريال مدريد، انت صحيح. المنافس بتاعك ريال مدريد. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي، 146 في تاريخ النادي الاهلي. اولا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي في الامارات صحيح. الاول لازم اديهم حقهم النهارده على الشكل، ملحمه كبيره، على الشكل والحماس وشكل الملعب وتشجيعهم من واللعيبه تسخن لحد ما المباراه خلصت، شكلهم حلو قوي قوي. صعب تخسر في الاجواء دي، صعب وبتحطها جنب كوسين حرام، استحاله صعب يعني صعب على الناس دي كمان تمشي كده، الناس دي عامله حاله جميله في الملعب صحيح. فالنهارده بس اعتذر لجماهير النادي الاهلي في مصر هنا، بقول لهم جماهير النادي الاهلي اللي في الامارات بجد مبروك عليكم، هو ده امتداد لجماهير النادي الاهلي. انا فاهم وتستاهلوا وبتستاهلوا بجد، الفرحه النهارده ليكم حق تقضوا ليله جميله النهارده بانتصاراتكم بابطالكم اللي شرفوكم النهارده. وطبعا الف مبروك لجماهير النادي الاهلي في كل مكان وخصوصا في مصر هنا، ومبروك لمجلس اداره، ومبروك للعيبه، ومجهود قوي جدا جدا. مباراه انت ما كسبتهاش بالساهل صحيح، ودي احسن حاجه عجبانا انا، ان المباراه انت خدتها بعرق بجهد بتعب، سيبك فنيا كانت بتروح وتيجي ومش قوي، لكن لا صح. انت تعبت وركزت وكنت الحمد لله التوفيق بقى يعني، عشان بس تدي كل حد حقه يا ايمن. بيراميدز لعب وتعب وبذل مجهود كويس جدا جدا، وفي بعض الاوقات ضايقك، نفس الكلام عند النادي الاهلي، بس انت اللي بتلعب باسم النادي الاهلي وبطولاته، توفيق راح لك انت بس على فكره، التوفيق بيروح اللي يستاهل بس، عشان ما فيش حد يقول كده يستحق، يستحق. انت النهارده استحقيت انك تفوز بالمباراه، الف مبروك، وان شاء الله القادم ان شاء الله احسن واحسن احسن. وطبعا اكيد هننسى بس نفرح شويه، وبعدين هنخش على الترجي، على موقعة الترجي ان شاء الله طبعا يعني، لكن النهارده ولا النهارده ولا بكره تتكلموا في الترجي، النهارده نفرح، لعيبه تفرح وجماهيرها تفرح بالبطوله العزيزه دي، وبطوله جت فعلا بعد تعب وبعد مجهود شاق. الف 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 مبروك للعيبه النادي الاهلي. صحيح.